بعد عامين على اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو، يعتقد كثيرون في باكستان أن حزب الشعب الذي كانت ترأسه قد فقد كثيرا من رصيده السياسي، وهؤلاء يلقون باللائمة على قادة الحزب المحليين وعلى رأسهم الرئيس آصف علي زرداري زوج بوتو. التفاصيل في تقرير مندوبنا إلى إسلام أباد أسد الله الصاوي. اغتيلت بنظير بوتو في 27 من ديسمبر عام 2007. اغتيلت بوتو بعد نحو شهرين من عودتها لباكستان من منفاها الاختياري، وقبل أسبوعين من انتخابات عامة تلت نحو عقد من الحكم العسكري. لكن اغتيال بوتو خلق موجة من الدعم الشعبي كان لها مع عوامل أخرى الفضل في انتزاع نصر انتخابي ثمين لحزب الشعب الذي كانت ترأسه. حصل حزب الشعب على 31% من الأصوات في الانتخابات الماضية، وهذا يعني أنه حصل على 6% إضافية نتيجة لتعاطف الشعب، وقد شكل اغتيال بوتو ميزة نسبية. لكن الحقيقة الهامة هي أن أصوات حزب الرابطة الإسلامية كانت مفرقة بين فريقيه. لكن سرعان ما تغير المزاج العام تجاه حزب الشعب كما يقول عدد من المراقبين، والأسباب عديدة، منها شخص الرئيس آصف علي زرداري زوج بوتو الذي طالما اتهم بالفساد المالي ويعده البعض عبئا على الحزب. توقعات الشعب كانت كبيرة من حزب الشعب عندما صوتوا له العام الماضي، لكن للأسف لم يستطع الحزب الوفاء بوعوده لشعب باكستان، خاصة لرجل الشارع. في البداية توقعنا أن يحسنوا التصرف وأن يحافظوا على هدية السماء، لكنهم أضاعوها. وإذا كان هذا رأي الساسة فماذا عن رأي الشارع؟ لسنا راضين، كل شيء أمامكم، ارتفاع الأسعار جنوني، وكل برامج مساعدتهم لا تصل مستحقيها. بصراحة لا نريد التصويت لأي أحد بعد الآن، لأن أحدا لا يهتم بنا، خاصة بالمعوقين مثلي. ليس لنا سوى الله لنرفع له أصواتنا. بقي أكثر من 3 أعوام قبل الانتخابات العامة المقبلة في باكستان إذا ما سارت الأمور في مسارها الطبيعي، وهذا كما يرى البعض قد يكون من حسن الطالع بالنسبة لحزب الشعب الذي بات في وضع سيء بعدما حكم البلاد أقل من عامين. إذا عقدت الانتخابات غدا فمن المحتمل أن يكون حزب الرابطة جناح نواز شريف الفائز الأكبر، وألا يحصل حزب الشعب على نفس عدد مقاعده الحالية. هنا قتل بنظير بوتو أول رئيسة لوزراء باكستان قبل نحو عامين، هنا في حديقة لياقات باغ وسط مدينة راولبندي. ومنذ مقتلها تحولت بنظير بوتو إلى رمز سياسي كبير في سماء السياسة الباكستانية، رمز يتكسب البعض عيشه منه من خلال بيع صورها مثلا، ويترحم البعض الآخر عليه، لكن كثيرين يرون أن الخاسر الأكبر من رحيل بنظير بوتو كان حزبها، حزب الشعب، الذي أخفق في استثمار هذا الرمز السياسي الكبير في سوق السياسة. أسد الله الصاوي، BBC، راولبندي.